يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في المراد بالحروف المقطعة الواردة في القرآن الكريم؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن يقرب والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن فيها إشارة إلى الإعجاز، أن فيها إشارة إلى الإعجاز، ولهذا يأتي مباشرة بعد ذكرها ذكر القرآن، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، حاميم والكتاب المبين، فدائما يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن، فهذا يدل على أنها على أن هذه الحروف إشارة للإعجاز، لأن القرآن مركب من الحروف، ومع هذا من الحروف التي ينطقون بها، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله. نعم.